صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المعاهد الذي جاء إلى بلاد المسلمين وهو في الحقيقة أمره جاسوس، يقول أحسن الله عليكم: المعاهد إذا جاء إلى بلاد المسلمين وهو في حقيقة أمره جاسوس، فما حكمه إذا نقض العهد مع المسلمين؟ فهل يعتبر مقاتل أم ماذا؟ هذا من شأن ولي الأمر. ولاة الأمور عندهم احتياطات وعندهم وسائل يعرفون بها الجواسيس من غيرهم، هذا من شؤونهم. نعم.